السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الكرام، متابعي قناة فن تربية الطيور. مرحبا بكم أخوتي الكرام إلى هذا الدرس الجديد وحلقة جديدة على بركة الله. طبعا أخوتي الكرام، هذه القناة تهتم بتربية الطيور بشكل عام، من علاج وأسس تربية بطريقة طبيعية. فبتمنى منك أخي الكريم متشاهد لهذه القناة لأول مرة الاشتراك في القناة، دعمنا بزر اللايك ومشاركة هذا الفيديو حتى تعم الفائدة على الجميع والدال على الخير كفاعله أخي الكريم. طبعا اليوم موضوعنا أخوات الكرام عن علاج الأمراض المعوية وأسبابها. طبعا الأمراض المعوية بتتركز بكتير أمور أو بكتير أسباب، فاليوم أنا أخصص لكل درس أو لكل مرض اللهم صل على سيدنا محمد شوي تفاصيل وبنحكي عن علاجه والأسباب اللي أدت لهذا المرض. وأول مرض بيدخل معنا بالمرتبة الأولى بالأمراض المعوية هو مرض الميجا بكتيريا. طبعا مرض الميجا بكتيريا أخوتي الكرام مرض خطير بيصيب الطيور، خصيصا الإناث اللي عم بتقوم ببناء العش أو اللي بدها تقوم بعملية حضن البيض. طبعا أسبابه كتيرة، رح نحكي على الأسباب بشكل مختصر. طبعا نقص الحمض الموجود داخل المعدة بيؤدي لهذا المرض. يجب عليك في الأسبوع تقديم خل التفاح الطبيعي 5 نقاط في المشربية لمدة 24 ساعة. طبعا تبديل كل 6 ساعات، كلها نعرف انه خل التفاح بعد 6 ساعات بيفقد مفعوله عندها خلطه بالماء. طبعا في عندنا الليمون ايضا بيرفع من هذا الحمض. التشخيص تبع هذا المرض هلا رح انزل لكم فيديو صغير، طبعا لكل مرض رح انزل فيديو صغير فرجيكم شو هو هذا المرض. الميجا بكتيريا اخوتي الكرام بتصاحبه للامعاء حركه في داخل الامعاء، وهي محاوله هضم الطعام. العوارض تبع الطير انه بيكون نافش ريشه، تسييف حاد، البراز يكون اسهال بالاضافه لوجود بقايا الطعام او الطعام اللي ما حسن يهضمه الطير بتلاقيه موجود داخل البراز. السبب لهذا الموضوع انه الطير ما عم يحسن يهضم برازه هو انه القانصه وقفت عن العمل، او الميجا بكتيريا الموجوده داخل القانصه ضربت القانصه وبطلت تحسن تشتغل عملها المعتاد. فلذلك الامر اخوتي الكرام رح نحكي عن طريقه العلاج. بالنسبه لطريقه العلاج اخي الكريم هي تتمثل ب أول شغلي عليك أخي الكريم طحن مادة الفحم الخشبي إن كان سمديان أو ليمون أو صنوبر أو أي نوع من أنواع الفحم الخشبي، تقوم بطحنه أخي الكريم. بعد ما تقوم بطحنه تقوم بخلطه مع بذور البريق والبريلا. بذور البريق والبريلا هي بذور أساسية لأكل الكنار أو الحسون أو لأي نوع من أنواع الطيور الأخرى. بعد ما تقوم بطحنه أخي الكريم بتقدمه للطير لمدة 2 يوم متتاليين. طبعا هاي الفحم راح يقوم بعملية تخليص الأمعاء من السموم. بالإضافة إلى ذلك أخي الكريم بتقوم بوضع في المشربية 5 حبات من الحمص نقع، 5 حبات من مادة الحمص نقع مدة 12 ساعة تقدم للطير مدة 48 ساعة. بعد منها بتبلش معه بعصير الجزر ومنقوع الحلبي اللي راح يكون هو الوجبة الأساسية أو العلاج الرئيسي بهذا المرض. منقوع الحلبي وعصير الجزر بتقوم بوضع بتقوم بوضع 10 نقاط من خل التفاح الطبيعي، وباليوم الأول واليوم الثاني تقوم بوضع 5 نقاط من الليمون. طبعا مدة العلاج 20 يوم، إذا شفت التحسن في اليوم الثالث أو الرابع أو العاشر تستمر في العلاج مدة 20 يوم. طبعا تبديل المنقوع كل يوم بيومه، كل 24 ساعة تقوم بتبديله، وكل 6 ساعات بتقوم بخض المحلول. ليش يا ابو النصر؟ لانه عصير الجزر منقوع الحلبي والخل التفاح راح يقوموا على الانفصال عن بعضهم خلال الترقيد، فيجب عليه كل 6 ساعات خض هذا المنقوع. المرض التالي ما نحكي عنه هو مرض الكوكسيديا. طبعا هاي خلاصه العلاجات، واخر شيء باخر هذا الفيديو راح احكي لكم عن ماده رئيسيه راح تدخل معنا في العلاج، هي راح تكون تنقيط في الفم مباشره. الماده الثانيه او المرض الثاني اخوتي الكرام هو مرض الكوكسيديا. مرض الكوكسيديا هو عبارة عن انتفاخ للأمعاء يصاحبه اللي اللهم صل على سيدنا محمد إسهال باللون الأخضر أو المائي، تسييف شديد بالإضافة لوجود احمرار في البطن. طبعا هاي كلها رح تكون كمان كذلك أمر مصاحبة لفيديو. طبعا أخوتي الكرام العلاج تبعه نقوم بتقديم مادة العصير الجزر ومنقوع الحلبي. طبعا ليش عم بركز لكم على هاي المواد؟ هلا باخر هذا الفيديو رح احكي لكم ليش انا ركزت هاي المواد في علاج الامراض المعوية. مادة الجزر ومنقوع الحلبي في المشربية بالاضافة لوجود عصير البصل والثوم، تنقيط في الفم مباشرة، تنقيط
في الفم مباشرة، بالإضافة لوضع مع عصير الجزر ومنقوع الحلبي 5 نقاط من الليمون أو 5 نقاط من خل التفاح الطبيعي، بالإضافة لهرس سنتوم داخل عصير الجزر. سنتوم داخل عصير الجزر يعني المشربي تبديل كل 12 ساعة. كل 12 ساعة بتبدل المنقوع بمنقوع جديد، وكل الساعات كذلك الأمر مقوم بخض هذا المنقوع. المنقوع الثاني اللي ما نحكي عنه أو المرض الثاني اللي ما نحكي عنه أخوتي الكرام هو مرض التهاب القانصة. مرض التهاب القانصة هو احمرار أو اسوداد في أسفل البطن، في أعلى أسفل البطن. شلون بدي أفسر لكم إياها بالشكل المفصل؟ في أعلى ويسار البطن، تمام؟ في أعلى ويسار البطن بصير في عنا هون نقطة سوداء، أو بالوسط أيام بتكون. راح لك كمان نزل لكم فيديو مشان توضح الصورة أكثر، راح نزل لكم فيديو فرجيكم كيف هذا المرض. العلاج تبعه أخوات الكرام، العلاج تبعه أول شغلة النظافة، ثاني شغلة بتقوم بتقديم منقوع الحمص 3 أيام أو منقوع الشعير 3 أيام، من بعد أخي الكريم بتطبق معه علاج منقوع الجزر، منقوع الحلبي وعصير الجزر مدة 7 أيام. طبعا لازم تبديل كل يوم. المرض الثاني اللي ما نحكي عنه هو مرض السليمونيا أو السليمونيا. مرض أخوة الكرام بصاحب الطير التهاب، بصاحب الطير أيضا أعراض عصبية للطير، ما بيحسن يوقف، بصير عند الطير ركود، طبعا أيضا بتشوف حلسان للريش. هاي كلياتها تشخيص أو تعطيك لائحة لهذا المرض. العلاج تبعه أخي الكريم كذلك الأمر، منقوع الحمص 2 يوم متتاليين، بكتيريا نافعة. هلا بدي أحكي لكم بآخر درس ليش عم بعطيكم هاي المقادير أو هاي المواد لحتى تعطيها للطير. منقوع الحمص 2 يوم متتاليين، بالإضافة لعصير الجزر منقوع الحلبي مدة 7 أيام، بالإضافة لتنقيط في فم الطير مباشرة لعصير البصل المطعم بالسوق. طبعا أخوتي الكرام هلا بدي أجيكم ليش اخترت هاي المواد، أو شو السبب اللي خلاني اختار هاي المواد، عصير الجزر، منقوع الحلبي، عصير البصل والثوم، وأيضا الفحم. بالنسبة للفحم أخوتي الكرام، طحنه وخلطه مع البريق يقوم على عملية تنظيف الأمعاء من السموم، صح؟ صح. المادة الثانية اللي حكينا عنها هي منقوع الحمص أو منقوع الشعير. منقوع الحمص أو منقوع الشعير هو عبارة عن بكتيريا نافعة، والطير في هذه المرحلة محتاج للبكتيريا النافعة اللي بدها تساعده على التخلص، اللي بدها تساعده على التخلص من بكتيريا الضارة داخل جسم الطير. ما دخلنا مادة الأنتيبيوتيك، دخلنا مادة البروبيوتيك. عصير الجزر يحتوي على مادة الأيلونين، مطهر معوي كامل، بالإضافة لمنشط لعمل الكبد، لأن الكبد رح نحتاجه بعملية تنشيط وأيضا في عملية العلاج من الأمراض المعوية الموجودة داخل الجسم. المادة الثانية اللي حكينا عنها هي منقوع الحلبي. منقوع الحلبي هي عبارة عن مقوي عام لإعطاء الطير طاقة ورفع من حرارة الطير لحتى يقاوم المرض. فمنقوع الحلبي وجبة رئيسية أو غذاء رئيسي أو منقوع رئيسي رح يصاحب أمراض معوية. المادة الأخرى اللي حكينا عنها هي عصير البصل والثوم. الثوم والبصل عبارة عن صيدلية كاملة، يحتوي على جميع المعادن يحتوي على جميع المضادات الحيوية والمعوية اللي بتساعدنا على التخلص، المضادات الحيوية اللي بتساعدنا على التخلص من البكتيريا والأمراض داخل أمعاء الطير. فتقديمه تنقيط في الفم مباشرة أفضل من أنه نضعه مع العصير أو نضعه مع الحلبي. ليش يا أبو النصر؟ لأنه بجوز الطير ما يشرب من هذا المنقوع. طريقة تقديم المنقوع كامل، طريقة تقديم منقوع كامل للأمراض المعوية كلها، منقدم للطير 3 أيام متتالية يوم رياحة، 3 أيام متتالية يوم رياحة، مدة 20 يوم. ليش 20 يوم؟ مدة 20 يوم أخي الكريم لحتى الطير بعد ما يطيب، وإذا في ظل بقايا من الأمراض موجودة داخل جسم الطير تطلع مع البراز تبع الطير. المواد الطبيعية أخي الكريم ما رح تضر طيرك إذا قدمتها على طول أو بشكل مستمر. هاي النقطة رئيسية. المادة اللي حكيت لكم عنها رح تصاحبنا في آخر هذا العلاج هي مادة السيروم. مادة السيروم نستخدم مادة السيروم البشري عيار 5% في حالات اللي بتكون متأخرة، بحالات متأخرة، ونقوم بنقع الحلبي في السيروم وخلطه مع عصير الجزر، لأنه الطير لما بكون بحالات متأخرة راح يصاحبه ما يجوز ما يحسن يأكل ويشرب. فبتمنى منك إذا شفت الطير ما بيحسن يأكل ويشرب بتقوم بالتنقيط للطير كل ساعتين نقطتين أو كل ساعة نقطتين لحتى الطير يستعيد نشاطه ويحسن يوقف ويأكل من أول وجديد. متى ما شفناه بلش ياكل موقف السيروم بلش معاه بباقي العلاج اللي حكينا عنه. هاي حكينا عن التهاب القانصة، حكينا عن الميجا بكتيريا، حكينا عن الكوكسيديا. هاي للأمراض الكبيرة اللي عم بتصيب الطير، هاي الأمراض العسيرة أو اللي عم بتصيب الطير بالأمراض المعوية. الأساسيات
الأسباب تبع هاي الأمراض كلياتها: قلة نظافة، عدم تقديم خل التفاح الطبيعي للطيور، عدم إعطاء الطيور التراب أو الرمل يأكل منه الطير. الأسباب أيضا تعريض الطير لتيارات هوائية. السبب أيضا أنه الطير في عرق أزرق أو مرض معوي خفيف وتجاهل عنه المربي ما قام بعلاج الطير. كذلك الأمر بسبب لتفاقم المرض ومرض جديد أو مرض أقوى من اللي كان قبل. أكل الطير من براز وعدم وضع شبك أو أرضيات في تمنع أن الطير يوصل لأرضية القفص. انتقاء البذور الجيدة. بالدرس القادم بإذن الله تعالى راح أحكي لكم عن الطريقة الأفضل لحفظ الحبوب والبذور وطريقة تنظيف الحبوب والبذور قبل تقديمها للطيور. لهذا القدر بكتفي معكم بهذا الفيديو. كل الشكر لكل من تابع الفيديو الأخير، وكل الشكر لكل مين عم يشترك في القناة من جديد، وكل الشكر لكل مشترك عم يشارك هاي الفيديوهات لأنه هو عم يساهم بدعم هذه القناة عن طريق المشاركة. لا تنسونا باللايك، ولا تنسونا بالشير، ولا تنسونا بمشاركة هذا الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم أبو النصر.